برحب بيك يا سهام، والنهارده يوم غير عادي. النهارده يوم غير عادي. صحيح. الاول برحب بيك، اهلا بيك، بقولك كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. كل سنه وكلنا طيبين. عيد ميلاد مجيد على كل مصر وعلى كل المصريين. دايما مصرنا في امن وامان واستقرار، وطول ما مصر بخير في اي حاجه بعد كده بخير، والاهلي دايما بخير. مساء الخير، مساء الاحتفالات، مساء الجوائز على كل جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي في كل مكان، اللي في كل مكان فعلا. الاهلي الحقيقه النهارده بنتكلم عنه، وحلقه خاصه جدا عن فوز النادي الاهلي بجائزه جلوب سوكر. هنتكلم النهارده عن اللحظات العظيمه دي في تاريخ النادي الأهلي الحقيقة، وكعادته الحقيقة كل جماهير النادي الأهلي النهاردة بتحتفل بهذا اليوم. النهاردة كل جمهور النادي الأهلي والمصريين والأفارقة بيحتفلوا، ويمكن شايفين الصور يعني من الساعة 3:30 يمكن بدأت الاحتفالات وتواجد كبار النجوم وأساطير ونجوم العالم كله النهاردة موجودين في دبي علشان يتكرموا في هذا اليوم التاريخي من كل عام.